مصطفى، دعنا نبدأ من الكاظم والمادة 81 من الدستور. لماذا يتحدث عن اللجوء لهذه المادة من الدستور العراقي؟ صباح الخير كوثر. يعني رئيس الوزراء العراقي استخدم هذه المادة على وجه الخصوص لأنها تخص خلو منصب رئيس الوزراء، وكذلك أيضا تسلم رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء إذا ما خلى هذا المنصب لأي سبب طارئ، كان سواء الوفاة أو كذلك أيضا الاستقالة أو أي ظرف آخر خارج عن إرادة رئاسة الوزراء أو رئيس الوزراء على وجه التحديد. وبذلك السيد الكاظمي أراد أن يتحدث بصيغة وبغطاء قانوني واضح، ولم يرد أن تكون كلماته هي مجرد ربما تخويف لكل الفرقاء السياسيين بأن القائد العام القوات المسلحة رئيس الوزراء قد يصل الأمر به إلى اتخاذ قرار مماثل، باعتبار أن كان السيد الكاظمي قد أسلف في كلمته بأن الوضع هو وضع خطير جدا ولا يمكن السكوت عليه، وأن العراق والمصلحة الوطنية هي أكبر من كل المناصب ومن كل المسميات، ولذلك عرج على هذه النقطة على وجه الخصوص باعتبار أن هذا الأمر ربما يكون مطروحا خلال الفترة الحالية، باعتبار أن هنالك أيضا الكثير من القوى السياسية قد حملت السيد الكاظمي على وجه الخصوص مسؤولية الكثير مما يحدث، الكثير منهم وخصوصا من قوى الإطار التنسيقي قد انتقدت السيد الكاظمي على عدم قدرته على أداء مهامه كقائد عام للقوات المسلحة وحفظ الأمن في المحافظات العراقية وفي العاصمة والحفاظ على مؤسسات الدولة بتوجيه القوات الأمنية للقيام بذلك، وبهذا الأمر ربما لجأ رئيس الوزراء إلى هذه النقطة بالتحديد، باعتبار أن كلمة رئيس الوزراء بمجملها وكذلك كلمة رئيس الجمهورية اتفقتا ربما على نقطة مهمة، وهي أن الوضع الآن أصبح وضع خطير جدا يحتاج إلى اتخاذ قرارات ربما أكثر جرأة وكذلك تغييرات ربما يراها البعض على أنها تغييرات راديكالية في المشهد السياسي العراقي ضرورية، لكنها في نفس الوقت من أجل العبور من العملية السياسية وكذلك الوضع في العراق بصورة عامة من المأزق الحالي الذي هو فيه. طيب، الناحية الثانية وموقف الإطار التنسيقي ووفق البيان له الذي يدعو من خلاله إلى تشكيل حكومة. يعني كثر ربما موقف الإطار التنسيقي يأتي على العكس تماما مما جاء في كلمة رئيس الجمهورية الذي لخص الكثير من النقاط وتحدث بصراحة إلى القوى السياسية العراقية وذكر أن العملية السياسية الحالية تتخللها الكثير من المشاكل الحقيقية والتي تحتاج إلى تغييرات دستورية وكذلك تغييرات جذرية، ذكر أن هنالك أيضا حاجة لإجراء تعديلات دستورية، ذكر بأن هنالك حاجة ضرورية لإجراء انتخابات مبكرة، وهذا يعني أيضا حل البرلمان بطريقة أو بأخرى، ويلتقي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مع أطروحات التيار الصدري والسيد الصدر، إلا أن الإطار التنسيقي على العكس من ذلك تماما طالب المؤسسة التشريعية بمزاولة عملها بشكل طبيعي وبقية مؤسسات الدولة للعودة للعمل بشكل طبيعي أيضا، وأيضا طالب بتشكيل حكومة خدمية ترتقي إلى مستوى طموحات الشارع العراقي. هذا يعني بأن الإطار التنسيقي يريد أن يبدأ من حيث انتهى وتوقف العمل في المشهد السياسي العراقي عندما اعتصم الصدريون قبل حوالي 4 أسابيع أو أكثر من الآن، وهذا يأتي بطبيعة الحال بخلاف الطروحات التي جاءت على لسان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. مصطفى قطان، مراسل غد، كنت معنا من بغداد، شكرا لك.